السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، لو انت اول مرة تشوف قناة انسيشنز تعال اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو باللايك عشان خاطرني. اللايكات يا جماعة، يا جماعة اللايكات. حلقة النهاردة يا شباب فكرة جميلة جدا. شاب عنده 15 سنة عمل فكرة تربية أرضي بتاعت زمان، بتاعت ست وستك وجد وجدك بتوع زمان، اللي هو عمل بيوت لبيوت ولاده للامهات تولد فيها بالطين. يعني جاب طين وعمل بيوت ولاده للامهات يا شباب علشان تولد فيها. المكان شكله حلو جدا ونظام التربيه حلو جدا عنده. نسيبكم مع محمود ابن الشرقيه 15 سنه، يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمود عبده من الشرقيه، لسه مبتدئ اربي ارانب يا جماعه، عمري 15 سنه. مرحب بمن تابع قناة تربية الأرانب والحمام والطيور مع أبو نرمين، تحياتي لكل الدول العربية والدول الأجنبية. النهاردة يا جماعة حلقة مش عادية، لو سمحت اسمع الفيديو للآخر. أنا النهاردة جاي أقدم لكم إزاي أعمل بيت ولادة للأرنب. إزاي أعمل بيت ولادة للأرنب؟ أنا جايب وش صبة للباب، وش باب صبة معمول على طوبة، تحط طوبتين في الأول وطوبتين في الآخر وتثبت عليهم الوش، وتقفل من قدام زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة بطوب، وتعمل حاجز في النص وتسيب المسافة الاولانية زي البيت ده زي المسافة الاخرانية، وتعمل حاجز زي كده عشان الولدة ما تطلعش والخلفة الصغيرة ما تطلعش، وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. وتفردوا انشارة او عفش او تبن. واللي بقى يربي ارض بنصحه لما يحطش البرسيم على الارض، ما تطشرش البرسيم على الارض، لازم تعمل حبل وتعلق فيه البرسيم. وعادي يا جماعه برضو لو الفكره دي صعب عليكم ممكن تعملوا. جراكن حاطط برضو فيها طوبه عشان الخلفه الصغيره ما تطلعش، طوبه ومثبتهم من فوق بالرخام، ومعلق البرسيم برضه. اصل انا عندي اوضه يا جماعه اهي قاسمها لنصين، قسم الاوضه لنصين، عندي برضه نص للبطاريات ونص تربيه ارض. هايجين بابيون للذكر هاي بلس، وعندي هناك أرنبة نوعها هولندي بس الفكرة في البطاريات اللي هي بتساعدك في تنظيف البطاريات بسرعة. الأرض ما فيهاش أي صعوبة، زي ما جينا زي ما انتوا شايفينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجع لكم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين يا جماعة نوريكم الأرانب وهي بتاكل برسيم وهي بتلعب على الأرض، منظرها جميل جدا. انا جيت يا جماعة في يوم من الايام لقيت الارنبة البوبيا البابيون الوادي ديت، جيت لقيتها عمال تلم برسيم وتحط في بيت الولد، فعرفت انها بدها تولد، فروحت جايب لها عفش وحطه على الارض وراحت مظبطة بيت الولد زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة، هي اللي فرشته لروح لوحدها. ورحت يا جماعة فاتح فيه فتحة من فوق، فتحة يا جماعة عشان اتابع الولدة. ولازم اعلق لهم البرسيم
اللي عنده يا جماعة أرانب والدة يديها عسل، بتزود اللبن، بيزود اللبن، العسل بيزود اللبن. قبل ما تولد بأيام بسيطة تديها عسل بسرنجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما شفنا الفيديو بتاع محمود الشاب الصغير اللي عنده 15 سنة اللي كلمني على الواتس وقال لي يا أبو نرمين أنا عايز أعمل لك فيديو بنظام التربية عندي علشان تشوفه ظروفه إيه وتشجعني يا أبو نرمين وتقف معايا. قلت له على دماغي يا محمود، وطبعا عمل لي الفيديو وأنا تحت أمر الجميع الصغير قبل الكبير يا جماعة، يعني تحت أمر الجميع الصغير قبل الكبير، أنا ما بتأخرش على حد أقسم بالله والله العظيم يا جماعة، يعني أي حد بيطلب رقم التليفون أنا بديهوله مش بحوشه من حد خالص. بس يعني اوقات يعني في ناس بتقلق بتقلق انا الساعه 2 3 بالليل طبعا ببقى نايم، يعني مش عارف ارد عليهم اعمل ايه، يعني صعب صعب مثلا ان انا ارد عليهم الساعه 2 3 بالليل. ثانيا برضو يعني في ناس برضو بتتصل عليا وانا في الشغل، طبعا يعني بيبقى صعب ان انا ارد عليهم برضو وحقهم على دماغي ما يزعلوش. اللي عايز يكلمني يا جماعه مواعيد العمل مثلا مواعيد الاتصالات اللي ببقى فاضي فيه من بعد الظهر لما لحد الساعه 10 بنبقى فاضي تحت امر الجميع الصغير قبل الكبير تحت امركم في اي شيء. وطبعا تحياتي لكل من يتابع القناه من جوه مصر ومن خارج مصر، تحياتي لجميع الدول العربيه وجميع الدول الاجنبيه، وربنا يستر علينا كده بالفيروس اللي منتشر في جميع الدول، ربنا يستر علينا يا رب وعلى جميع المسلمين. وان شاء الله مكملين معاكم وبشكركم على 49 الف مشترك ان شاء الله، يعني النهارده كده باذن الله يا جماعه 5 5 3 ان شاء الله نكمل 49 الف مشترك، 49 الف اخ واخت صديق وصديقه منورين في القناه يا رب، دايما كده مكملين مع بعض باذن الله بكل خير، وان شاء الله نوصل ل 100,000 مشترك باذن الله بوجودكم معايا، عشان انتوا العيله بتاعتي وانتوا فرحتي وانتوا كل حاجه بالنسبه لي. واحنا كلنا كده يا جماعه ما حدش فينا كامل، واحنا قلت الكلام ده قبل كده ما حدش فينا كامل، احنا كلنا بنكمل بعض. وتحياتي لكل القنوات اللي بتقدم محتوى ارانب، تحياتي لهم على راسي من فوق برضه، واخواتي وحبايبي كلنا اسره واحده، وكلنا يا جماعه لازم ندعم بعض وكلنا لازم نشجع بعض وكلنا لازم نبقى ايد واحده تمام علشان نقدر نوصل المعلومه للناس، عشان احنا نفيد الناس. ان كان مثلا حد ناقصه معلومه حد ناقصه اي حاجه احنا تحت امره في اي شيء، سواء في رساله على الواتس تحت امره، سواء في اتصال هاتفي تحت امره. وطبعا يعني انا بشجع الشباب الصغيرين اللي زي محمود على الفكر الحلوه اللي هم بيعملوها، على المجهود اللي هو بيحاول ان هو يعمل لنفسه مشروعه رغم سنه تمام الصغير. وربنا يوفقك يا محمود عشان ما اطولش عليك، ولو انت اول مره تشوف قناتنا تنساش انزل تحت واشترك في القناه وفعل زر الجرس ودعم الفيديو بلايك. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.